نهنيكم بشهر الصوم والرحبات والأخرى، نهنيكم بشهر التوبة شهر تلاوة القرآن، نهنيكم بشهر الصوم والرحمات والغفران، نهنيكم بشهر التوبة شهر تلاوة القرآن، وشهر الجود والنفحات شهر كرامة الإنسان، فهل نحظى ونسعد بالتقى والعفو والرضوان؟ نهني أمة الإسلام في شرق وفي غرب بشهر فاضل للناس يرفع راية الحب، يربينا على التقوى يعيد طهارة القلب، لتبتسم الحياة وتشرق الأنوار في الأكوان. نهنيكم بشهر الصوم والرحمات والغفران، نهنيكم بشهر التوبة شهر تلاوة القرآن، نهني كل من صاموا كما رب السماء يرضى، ومن قاموا لياليه بدمع يغسل الأرض، ومن عفوا وصحوا ألسنا في عالم المرضى.